في مشهد هو الأول من نوعه، تحولت شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن إلى منطقة عسكرية معزولة مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن. يأتي ذلك على خلفية استعداد الأجهزة الأمنية لمواجهة تجمعات مؤيدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في عواصم الولايات الأمريكية الـ50 من خلال إقامة الحواجز واستدعاء الحراس الوطني أو الحرس الوطني في محاولة لتجنب تكرار واقعة الهجوم على الكونغرس التي هزت البلاد في 6 من كانون الثاني يناير الجاري. أنا حزينة لأنه كان لابد أن يحاول الأمريكيون القيام بذلك، ولكنني سعيدة في ذات الوقت لأن الحكومة تقوم باللازم لحماية المدينة وذلك يشعرني بالأمان. تبدو المدينة كمدينة أشباح، النوافذ مغطاة والحواجز في كل مكان. الغريب هو أنني أسير في الشارع كالمعتاد قبل استراحة الغداء، لكن المدينة تبدو غير مألوفة. هذه مدينتي التي عشت فيها ما يقرب العقد من الزمان، لكن الأمور تبدلت في غضون أسابيع وأيام قليلة، لذلك أنا مستعد لبذل ما بوسعي في سبيل عودتها إلى طبيعتها.